أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Hana untuk sesi yang seterusnya ini insyaAllah. Tema perbualan kita pada minggu ini ialah berkenaan dengan belajar bahasa Arab. Hana akan membantu saya berbual mengenai perkara ini insyaAllah. تفضلي يا هنا. كيف تستطيع التكلم باللغة العربية يا أستاذ؟ ما معنى كيف؟ بغيمانك تستطيع، ما معنى تستطيع؟ كم مامبو التكلم، ما معنى التكلم؟ برشكب باللغة العربية دلم بحث عرب. نعم، اسأليني مرة أخرى. كيف تستطيع التكلم باللغة العربية يا أستاذ؟ أحاول أن أتكلم باللغة العربية مع أصحابي. ما معنى أحاول؟ سيجب أن أتكلم برشكة باللغة العربية دلم بحث عرب مع أصحابي. ما معنى مع؟ دنان أصحابي كوان كوان سي. نعم، اسأليني مرة أخرى. كيف تستطيع التكلم باللغة العربية يا أستاذ؟ أحاول أن أتكلم باللغة العربية مع أصحابي. ثم السؤال الثاني، كيف تختار أصحابك يا أستاذ؟ ما معنى كيف؟ بغيمانك تختار، ما معنى تختار؟ كم ممله أصحابك، ما معنى أصحابك؟ كون كون كم. نعم، سأليني مرة أخرى. كيف تختار أصحابك يا أستاذ؟ أفضل غير ماليزيين. ما معنى أفضل؟ سيبلي غير ماليزيين. ما معنى غير ماليزيين؟ yang bukan orang Malaysia. نعم، اسأليني مرة أخرى. كيف تختار أصحابك يا أستاذ؟ أفضل غير ماليزيين. ما معنى أفضل؟ سيبلي غير ماليزيين yang bukan orang Malaysia. نعم، ثم السؤال الثالث، لماذا تفضل غير ماليزيين يا أستاذ؟ ما معنى لماذا؟ منابك تفضل كم ممله غير ماليزيين كوان كوان yang bukan orang Malaysia. نعم، اسأليني مرة أخرى. لماذا تفضل غير ماليزيين يا أستاذ؟ أفضل غير ماليزيين لأستطيع
التكلم باللغة العربية معهم. ما معنى أفضل؟ سيابيلي غير ماليزيين. Orang bukan Malaysia. لأستطيع supaya dapat التكلم bercakap باللغة العربية dalam bahasa Arab معهم bersama mereka. نعم. اسأليني مرة أخرى. لماذا تفضل غير ماليزيين يا أستاذ؟ أفضل غير ماليزيين لأستطيع التكلم باللغة العربية معهم. Kemudian saya akan bertanya kepada Hana soalan yang sama. السؤال الأول: كيف تستطيعين التكلم باللغة العربية؟ ما معنى كيف؟ Bagaimanakah تستطيعين kamu mampu التكلم bercakap باللغة العربية dalam bahasa Arab؟ كيف تستطيعين التكلم باللغة العربية يا هنا؟ أحفظ الكلمات الشائعة باللغة العربية. ما معنى أحفظ؟ سي منحفل الكلمات perkataan-perkataan الشائعة yang biasa digunakan باللغة العربية dalam bahasa Arab. نعم. أسألك مرة أخرى: كيف تستطيعين التكلم باللغة العربية يا هنا؟ أحفظ الكلمات الشائعة باللغة العربية. ثم السؤال الثاني: كيف تختارين صديقاتك؟ ما معنى كيف؟ Bagaimanakah تختارين kamu memilih صديقاتك؟ ما معنى صديقات؟ Kawan-kawan. صديقاتك kawan-kawan kamu. نعم. كيف تختارين صديقاتك يا هنا؟ أختار الصديقات في نادي اللغة العربية. ما معنى أختار؟ سيبلي الصديقات. ما معنى الصديقات؟ كوان كوان في نادي. ما معنى في؟ بي نادي كلب اللغة العربية بحس عرب. نعم. أسألك مرة أخرى: كيف تختارين صديقاتك يا هنا؟ أختار الصديقات في نادي اللغة العربية. ثم السؤال الثالث: لماذا تفضلين الصديقات في نادي اللغة العربية؟ ما معنى لماذا؟ Mengapakah تفضلين kamu memilih الصديقات kawan-kawan في ما معنى في di نادي اللغة العربية كلب bahasa Arab؟ نعم. أسألك مرة أخرى: لماذا تفضلين الصديقات في نادي اللغة العربية يا هنا؟ أفضل الصديقات في نادي اللغة العربية لإيجاد
البيئة العربية. ما معنى أفضل؟ سيقلي الصديقات كوان في نادي اللغة العربية. ما معنى في؟ دي نادي كلب اللغة العربية بحث العرب لإيجادي. ما معنى لي؟ كنت إيجاد ما وجود كان البيئة العربية. ما معنى البيئة العربية؟ سواسنة بحث العرب. نعم. لماذا تفضلين الصديقات في نادي اللغة العربية يا هنا؟ أفضل الصديقات في نادي اللغة العربية لإيجاد البيئة العربية. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Yeah.